لها قضية أخرى تقول فيها: أرادت أختي أن أتبادل معها خاتمي بخاتمها، ونظرا للفارق في الميزان بين الخاتمين أخبرتها بأن هذا التبادل فيه ربا، ولرغبتها الملحة في خاتمي قلت لها: نقدر ثمن الاثنين ثم اشتري أنت خاتمي وأشتري أنا خاتمي. فكانت المبايعة كالآتي: أعطيت الوالدة الخاتمين وقلت لها: قدري ثمن كل منهما. فقدرت خاتمها بأربعين دينار وخاتمي بخمسة وعشرين دينارا لقلة وزنه. فقلت لأختي: أرضيتي؟ قالت: نعم. فأعطيتها خاتمي ومعه خمسة عشر دينارا تكملة الأربعين، وأخذت خاتمها، وذلك في نفس المجلس. وبعد أيام خطر في بالي شك من هذه المبايعة، وقلت في نفسي: ليتني سلمتها الأربعين نقدا وأخذت خاتمها، وسلمتني هي الخمسة والعشرين نقدا وأعطيتها خاتمي حتى نتفادى الربا، والذي يخفى علينا بعض صوره، فما كان مني إلا أن تقدمت إليكم بهذا. أرجو أن تخبروني عن مدى صحة هذه المبايعة التي تمت بيننا، وإن كانت ربا فماذا نفعل الآن نحن الاثنتين؟ جزاكم الله خيرا. هذه المعاملة ربا، وهي مسألة مد عجوة التي نص عليها الفقهاء، وهي أن يباع ربوي بمثله ومعه أو معهما من غير جنسهما، فهذه هي نفس هذه الصورة تماما، فهي محرمة وربا. وأيضا كونها تشتري خاتمها بشرط أن تشتري الأخرى خاتم البائعة، هذا أيضا محرم، لأنه بيعتان في بيعة. فإذا قال: أبيعك هذه السلعة بشرط أن تبيعني السلعة الفلانية، فهذا بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه العملية محرمة، والواجب التراجع عنها، يجب التراجع عنها، وأن يرجع إلى كل واحدة خاتمها وترد الدراهم التي أخذتها من الأخرى، ويعتبر هذا العقد